أكثر من 40 فناناً من 13 دولة عربية صعدوا على المسرح في ليلة واحدة تكريماً للفنان السعودي طلال مداح الذي رحل قبل أكثر من 22 عاماً، وبعد أكثر من نصف قرن من عطائه الفني لا يزال راسخاً في ذاكرة عشاقه في السعودية وعموم العالم العربي. عندنا أعمدة كثيرة في الفن السعودي، طلال مداح أحد الأعمدة المهمة في الفن السعودي. إذا جينا نؤرخ للفن، للغناء بالذات، والغناء جزء مهم من الفن يعني، فنؤرخ من عند طلال مداح. ليلة مرين عطرك السافر فضح ورد البساتين وكثر الكلام. ليلة صوت الأرض، الحدث الفني الأضخم عربياً وعالمياً، أقيمت في الرياض برعاية هيئة الترفيه السعودية بحضور الآلاف من الجماهير التي ما زالت تردد أغنيات الراحل حتى يومنا هذا ومن مختلف الأعمار. سلمت عليه قلت له ترقب من عبد المحسن الشيخ، فطار بي هو اتحادي، فكان يحسبني ولد عبد المحسن الشيخ الدائم الاتحاد، فأنا غلبان وقاعد يضحك وحضني. اسمحوا لي أغني أغنية بالعود، بهذا العود اللي احتفظت به 22 سنة، هو عود الأستاذ طلال. ماذا أقول وقد همت فيك حنيني. هذه الليلة جاءت بعد مبادرة رئيس الهيئة السعودية للترفيه تركي آل الشيخ، الذي قدم قبل أسابيع دعوة مفتوحة لكل نجوم السعودية والخليج والعالم العربي للمشاركة، وهو ما قوبل باستجابة أكبر عدد من الفنانين والفنانات سعودياً وخليجياً وعربياً. أنتم أبناء فنان عظيم، من حقكم أنكم ترفعون رأسكم في بلدكم اليوم في تكريم أبوكم. زمان الصمت يا عمر الحزن والشكوى. شافوني مشغل طلال مداح، فكل اللي يطلع من عندي ما حد يكلمني، يعني أكون في مركز ثاني. وترحل صرختي